بداية نستمع لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها فقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صدق أصدق من قال وألهمنا العمل بالتنزيل الحكيم. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. اجتهد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ما تلاه من أوقات وعصور، وصار الاجتهاد أولى وضرورة ملحة في هذا العصر الذي تشابكت أواصره وتعقدت تفاصيله ومناحيه، لكن ثمة ضوابط وأصولا تجب مراعتها والالتزام بها، لذا فها نحن اليوم هنا. كلمة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. معالي السادة الوزراء، السادة النواب والعلماء والكتاب والمفكرون والإعلاميون، الحضور الكريم، يشرفني أن أرحب بحضراتكم جميعا نيابة عن معالي الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي شرفني بالإنابة عن سيادته في افتتاح هذا المؤتمر. كما يشرفني أن أتوجه بكل الشكر والتقدير لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
على تفضله برعاية هذا المؤتمر ودعمه المستمر للفكر الديني الوسطي المستنير، وتأكيده على أهمية مراعاة فقه الواقع وفهم مستجداته ومتغيراته وإيجاد الحلول لقضاياه من خلال فهم صحيح النص ومقاصده مع الحفاظ على ثوابت الشرع الحنيف. وبعد، فيقول الحق سبحانه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وما نحن فيه اليوم إنما هو بفضل الله نوع من هذا النفير العلمي في طلب صحيح العلم والوقوف على مستجدات العصر وقضاياه والبحث عن حلول لمعضلاته ومشكلاته. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة نعوذ بالله منها إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. ونحن إذ نجتمع اليوم إنما نجتمع خدمة لديننا وأوطاننا، نعلم ونتعلم ونتدارس العلم معا ونبحث عن حلول لقضايانا الحياتية الهامة والشائكة. فقد صار الاجتهاد ضرورة العصر بعد أن عانينا في مجتمعاتنا المسلمة وعانى العالم كله من الفتاوى الشاذة والمؤدلجة على حد سواء، كما عانينا جميعا من افتئات غير المؤهلين وغير المتخصصين وتجرؤهم على الإفتاء والذهاب إلى أقصى الطرف تشددا وتطرفا يمينيا أو انحرافا وتطرفا يساريا. فإذا أضيف إلى هؤلاء وأولئك محب الظهور من اللاهسين خلف كل شاذ أو غريب من الآراء، تأكد لدينا أننا في حاجة ماسة إلى إرساء وترسيخ وبيان قواعد الاجتهاد وضوابطه، وبخاصة الاجتهاد الجماعي في القضايا التي لا يمكن البناء فيها على الأقوال الفردية والتي تتطلب الفتوى فيها خبرات متعددة ومتكاملة، ولا سيما في القضايا الاقتصادية والطبية والبيطرية وشؤون الهندسة الزراعية والوراثية وغير ذلك من مفردات حياتنا ومستجدات عصرنا التي تحتاج إلى رأي أهل الخبرة والتخصص ليبنى عليه الرأي الشرعي. فالرأي الشرعي في القضايا الطبية والبيطرية والاقتصادية والبيئية يبنى على الرأي العلمي ولا يسبقه. وقد فتح الإسلام باب الاجتهاد والتجديد واسعا، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. وطبيعي أن هذا التجديد لا يكون إلا بالاجتهاد والنظر ومراعاة ظروف العصر ومستجداته، فباب الاجتهاد مفتوح بل مشرع إلى يوم القيامة، غير أن له أصوله وضوابطه ورجاله الذين أفنوا حياتهم في طلب العلم الشرعي وفهم أصوله وقواعده ومآلات الأمور ومقاصدها، ممن يدركون معنى فقه المقاصد والمآلات والأولويات
ومتى تكون المصلحة مقدمة على المفسدة، ومتى تحتمل المفسدة اليسيرة لتحقيق المصلحة العظيمة، وكيف يكون الترجيح بين مصلحة ومصلحة باختيار أعظمهما نفعا، وكيف يكون الترجيح بين مفسدة ومفسدة باختيار المفسدة الأخف منهما. فالاجتهاد الذي نسعى إليه يجب أن ينضبط بميزان الشرع والعقل معا، وألا يترك نهبا لغير المؤهلين أو غير المتخصصين أو المتطاولين على دين يريدون هدم الثوابت تحت دعوى الاجتهاد أو التجديد. فالميزان دقيق والمرحلة في غاية الدقة والخطوة لما يكتنفها من تحديات جسام في الداخل والخارج وعلى المحيط العالمي. فالمتخصص المؤهل إذا اجتهد فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران، الأول لاجتهاده والآخر لإصابته. أما من تجرأ على الفتوى بدون علم فإن أصاب فعليه وزر، وإن أخطأ فعليه وزران، الأول لخطئه والآخر لاقتحامه الفتوى بدون حق. مما كان لهذه الآراء التي تصدر عن غير المتخصصين من آثار سلبية كان المجتمع والأوطان والدين معا في غنى عنها في ظل أوقات تحتاج إلى من يبني لا من يهدم. كما نؤكد أن المساس بثوابت العقيدة والتجرؤ عليها وإنكار ما استقر منها في وجدان الأمة لا يخدم سوى قوى التطرف والإرهاب، وخاصة في ظل الظروف التي نمر بها، لأن الجماعات المتطرفة تستغل مثل هذه السقطات أو الإسقاطات، لأن بعضها يكون عن عمد، لأن الجماعات المتطرفة تستغل مثل هذه السقطات أو الإسقاطات لترويج شائعات التفريط في الثوابت مما ينبغي التنبه له والحذر منه. فإذا أردنا أن نقضي على التشدد من جذوره فلا بد أن نقضي بنفس القوة والحسم على كل وجوه التسيب والانحلال حتى نقتلع التسيب من جذوره. فلكل فعل رد فعل مساو له في النسبة ومعاكس له في الاتجاه. وهذا المؤتمر بإذن الله تعالى سيناقش قضايا في غاية الأهمية، كما سيناقش بحوثا لنخبة من كبار علماء الأمة ومفكريها حول موضوعات نحن أحوج ما يكون إلى فهمها وبيان الرأي فيها، كقضية العملات الافتراضية والمشفرة وقضايا البيئة وغيرهما من القضايا الملحة في واقعنا المعاصر. وآمل أن تسهم توصيات هذا المؤتمر ومخرجاته في وضع حلول لها أو إضاءات حولها على أقل تقدير. وفي ختام كلمتي لا يسعني إلا أن أعيد الترحيب بحضراتكم جميعا، نشرف بكم، وجودكم إضافة كبيرة لنا وللمؤتمر. نسأل الله أن يكون هذا الجمع خدمة لديننا وخدمة لأوطاننا وخدمة للإنسانية، وأن يؤلف الله بين قلوبنا، وأن يحقق هذا المؤتمر ما نصب إليه من حلول علمية لقضايا الواقع. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإعلام هو القوة الناعمة للأمم. نتابع الآن هذا الفيلم التسجيلي عن أهم إنجازات وزارة الأوقاف. مصر الحضارة المشرقة منذ قديم الزمان، أرض المحبة والسلام وحضن كل الأديان. عزة وشموخ وخطى واثقة تغدو للأمام
بسكينة وسلام وأمان. واليوم تنطلق إلى آفاق أوسع لبناء مصر الجديدة. ميلاد جمهورية جديدة. ثماني سنوات تتعدد فيها المشاهد في الصورة التي تطل منها إنجازات الدولة المصرية في التطوير والارتقاء ومواكبة متغيرات العصر في مختلف القطاعات. وللأوقاف المصرية إطلالات مبهرة في التطوير على المستويين الإقليمي والدولي في ظل انطلاق وبناء الجمهورية الجديدة. نقص عليكم جانبا منها، لكن قبل الخوض في التفاصيل نرحب بكم ضيوفا أعزاء من أهل الإفادة والإجادة والريادة، مشاركين في نسخة مؤتمر الأعلى للشؤون الإسلامية 33 المنعقد على ضفاف نيل أم الدنيا لمناقشة أبحاث وصياغة آليات وتوصيات الاجتهاد بلغة العصر لتحقيق ما تصبو إليه الأمم من ارتقاء واعتلاء للقمم. التأليف والترجمة والنشر فكر بناء في مواجهة الأفكار الهدامة. منذ العام 2014 بدأت مصر خطواتها الواثقة نحو التنمية والاستقرار رويدا رويدا، وبعموم الآيات الداعية إلى التفكير وإعمال العقل والتفسير الصحيح. مؤلفات وإصدارات وترجمات تأتي من الأوقاف عاما بعد عام بجديد فكرها في معالجة القضايا التي برزت على الساحة المحلية والدولية من خلال الأخذ بمتغيرات العصر مع الحفاظ على ثوابت الشرع وبما يدعم حق الأوطان التي هي من صميم مقاصد الأديان. ومع متغيرات العصر وتزايد رقمنة المنتجات الثقافية والمعرفية عبر شبكة الإنترنت، عصر التحدي العلمي والتكنولوجي هو عصر يعتمد على المشاركة العلمية والعالمية، ولا نفاد فيه إلى الأسواق الخارجية إلا من خلال الإبداع والتعليم عالي الجودة والتدريب الراقي. فكانت عناية الأوقاف بالدعوة والنشر الإلكتروني مع سلسلة من الفيديوهات التعليمية لمراحل الأطفال العمرية المختلفة تحت عنوان علم طفلك، ولأنها تطورت امتازت وتميزت في عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. جميع إصدارات وزارة الأوقاف على وسائل التواصل الإلكترونية والمواقع والصفحات الرسمية للوزارة. وللأطفال ذوي الهمم ترجمة لفيديوهات علم طفلك إلى لغة الإشارة، وبعض إصدارات سلسلة رؤية للنشر إلى لغة برايل. كل ذلك برؤية تنويرية قدمت اتصالا معنويا وعلميا وثقافيا وأدبيا للأطفال لبناء وعي متكامل. وساعات بتعاند ويايا، لا بخاف واخاف ازاي يعني، دايما مطمن طول ما انت معايا. ولأن الطريق ما زال مستمرا، برامج ثقافية وتثقيفية للأطفال تنطلق منذ سنوات وصولا للبرنامج الصيفي للطفل هذا العام، مستهدفة به الوزارة إقامة كامل الأنشطة الثقافية للأطفال في جميع مساجد الجمهورية. ده الجديد ان في مسرح العرايس ده دخل لاول مره معانا المسجد، وده بيتم تقديم قصص تربويه للاطفال. حلقات حفظ وتجويد للقران الكريم وفهم وتفسير لمعانيه وشرح للاداب والاخلاقيات العامه، بجانب مكتبات الاطفال والفعاليات التثقيفيه الخارجيه، ليتحقق بذلك اعمار المساجد مبنى ومعنى. تعلمت حفظ القران الكريم والسيرة النبوية وحفظ معاني القرآن الكريم وتفسيره. عجبني كل شيء. زي ايه بقى؟ زي مسرح العرايس، المجلات. أكاديمية الأوقاف للتدريب رسالة وطنية ودولية. ب
برسالة وطنية ودولية، أكاديمية من الأوقاف للتدريب تفتتح بمدينة 6 أكتوبر عام 2019 في حضور وفود دول عربية وأجنبية. العالم الإسلامي في أمس الحاجة إلى مثل هذه الأكاديمية، تعمل على تنشئة النشء الإسلامي المعتدل السوي، حاجة العصر التي نبتغيها. الالتفات من دول إفريقية وأجنبية وأعضاء اتحادات الإذاعات الإسلامية للتدريب بالأكاديمية يأتي تأكيداً لما أولته الأوقاف بالاعتناء والاستثمار في البشر وبناء الإنسان، ليس في الداخل فحسب بل على المستوى الدولي، خدمة للدين وتواصلاً مع الأشقاء. في مصر العلم والعلوم والفقه والإدراك والالتقاء الثقافي نقطة الانتقال في حيثنا. هؤلاء الإعلاميين أول مرة يزوروا مصر، ودي نقطة تحسب لوزارة الأوقاف أن تكون هي الداعمة. المقارئ القرآنية والابتهالات الدينية درر مكنوزة وأشجار مثمرة. عملا وتطبيقا أولت الأوقاف جل اهتمامها بكتاب الله عز وجل، فكانت إقامة أكثر من 3500 مقرأة قرآنية في مختلف مساجد الجمهورية. بألفة ومودة يجتمع أهل القرآن على مائدة القرآن في بيت الله، هذا فضل الله، نسأل الله عز وجل أن يجزيكم عليه خيرا. تأتي في مقدمتها مقرأة كبار القراء الذين اتصفوا بإتقان التلاوة وعذوبة الصوت وطيب نغماتهم وشجاها وطول أنفاسهم وعلو مقاماتهم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تلك كانت إطلالات ورسالات الأوقاف المصرية الهادفة للارتقاء والتطوير، رسالات حملت كل منها إسهاما في التجديد بلغة العصر، وأكدت أن الاجتهاد غاية سامية في كل مجال. والآن نترككم في أمان الله مع مؤتمرنا الاجتهاد ضرورة العصر. مصر بلد الأزهر، والأزهر منارة العلم والعلماء وكنز العلوم المصون، وكنز العلوم المصون لكل هذه الأمة. كلمة الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر نائبا عن فضيلة الإمام الأكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، شرف الإنسان بالعقل والحكمة، ودعا الناس إلى العفو والرحمة، والصلاة والسلام على المبعوث إلى خير أمة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه ورسمه. معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نائباً عن دولة رئيس الوزراء الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، سعادة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، السادة العلماء
ضيوف مصر الأكارم، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي بداية أن أرحب بضيوف مصر الأكارم الذين حضروا للمشاركة في مؤتمرنا الراقي حول الاجتهاد ضرورة العصر، والذي يحظى برعاية كريمة من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حفظه الله، في إطار دعم سيادته الدائم للفكر الوسطي وتجديد أدواته. واسمحوا لي أن أهدي حضراتكم جميعاً تحيات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ودعواته لجمعكم الكريم بالتوفيق والسداد. واسمحوا لي أيضاً أن أعبر عن سعادتي بهذا التوفيق الذي حالف المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف في طرح قضية في غاية الأهمية، ألا وهي قضية الاجتهاد ومعالجتها في هذه المحاور الجامعة، والتي أتوقع أن تتوج المؤتمر بتوصيات ختامية تكون أنواراً كاشفة للتحريف الذي لحق بهذا المفهوم المفترى عليه. الحضور الكريم، إن الاجتهاد مكون أصيل من مكونات هويتنا وحضارتنا، وكتب أهل العلم على اختلاف فنونها وعصورها شاهدة بأن العلماء الأمناء قد راقبوا ما يدور في جنبات أزمانهم بعين البصيرة والحكمة، وتفاعلوا مع هذا الحراك الحياتي بما يمكن أن نسميه الاجتهاد الواعي. وإن المتأمل لما كتبه هؤلاء العلماء الأمناء يقف إجلالاً وتعظيماً لهذه العقول المبدعة التي يسرت لنا فهم الدين، ووضحت لنا أحكام الشريعة وطرائق الاجتهاد، وبذلت أعمارها للإسهام في بناء الحضارة وتشكيل ملامحها. وإن من الوفاء لعلمائنا أن نشكرهم ونثني على جهودهم ونظهر فكرهم المشرق ونقدمهم قدوة لكل جيل، ثم من الواجب علينا أن نستكمل بعدهم هذا البناء الحضاري فنكون لبنة نافعة من لبناته. وإذا كان هذا الاجتهاد الواعي فريضة حضارية فإنه كذلك ضرورة مجتمعية تشتد الحاجة إليه في وقت توصف فيه أحكام الإسلام وتراثه بالجمود والانغلاق، وفي وقت تتجدد فيه الحياة وتقتضي متغيراتها المتسارعة أحكاماً مرنة تستجيب للواقع من ناحية ولا تناقض الثابت المستقر من الأحكام من ناحية أخرى. السادة العلماء، إن الاجتهاد الواعي ليس شعاراً أو تنظيراً، وإنما هو ما ينقل الأمة من الكسل العقلي إلى حالة من النشاط الفكري الذي يمكن صاحبه من طرح رؤى جديدة مبدعة تتوافق مع حاجات الإنسان المتباينة من عصر إلى عصر، وتحفظ عليه إيمانه وعقيدته في مواجهة أمواج الفتن والمغريات. وإن هذا الاجتهاد الواعي دليل واضح على خصوبة الشريعة وسعة أحكامها بما يضمن الاستجابة لحاجات الناس مع المحافظة على حق الله. وإذا كان الواقع يشهد تطورات كثيرة في كافة المجالات العلمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية تنشأ عنها كثير من المستجدات والقضايا التي تتطلب أحكاماً ملائمة، فإن هذا الواقع المتغير لا يبيح لأي إنسان أن يتكلم فيما لم يحسن فهمه ظناً بذلك أنه يجتهد. وإذا كان العلماء القدامى قد مارسوا عملية الاجتهاد فإن موسوعية الفكر والنظر لديهم ومهارات الاستنباط والاستقراء عندهم ربما كانت ضماناً حقيقياً يقرب إلى الصواب
إن لم يعصم من الزلل. وأما عصرنا فيحتاج إلى اجتهاد جماعي متعدد الرؤى من خلال علماء المجامع الفقهية بعيداً عن الاجتهادات الفردية. ومن الغريب في ظل هذا الواقع الذي يفرض التخصص والمؤسسية والجماعية في الاجتهاد أن نرى أفراداً غير مؤهلين يتصدرون للكلام باسم الدين فيأتون بأعاجيب لم يسبقوا إليها دون نظر لهوية ثابتة أو مجتمع مستقر أو وطن آمن. وليس يخفى علينا أن دعم هذه الأصوات والدفع بها إلى الصدارة والعمل على تضخيمها لا يفيد ديناً ولا وطناً ولا يحفظ سلاماً ولا أمناً. العلماء الأكارم، إن الاجتهاد ضروري في كل زمان، فإن النصوص متناهية والحوادث غير متناهية على حد قول الأصوليين، والاجتهاد في زماننا هذا أشد ضرورة، خاصة بعد ما حمله العصر من أدوات أتاحت المعلومات وسهلت التواصل بين العلماء والخبراء. ولكن هذه الأدوات الميسرة تحمل معها العسر والمشقة من ناحية أخرى، فقد جرأت غير المؤهلين على التصدر وأتاحت الفرصة لهم لطرح آراء تقذف بمن يأخذ بها إلى غيابات التطرف المظلم، فهي آراء لا تفرق بين القطعي والظني، ولا بين الثابت والمتغير، ولا بين الكلي والجزئي، إلى غير ذلك من قواعد العلوم وأدوات النظر. وهذا الواقع المر يضعنا أمام أمانة عظيمة، وهي الانتشار كمًا وكيفًا عبر الوسائل المتاحة، وضرورة التأسيس للاجتهاد الجماعي الذي يقطع الطريق على أي انحراف فردي. وأرجو أن يكشف هذا المؤتمر المبارك عن ملامح لنظم الاجتهاد الجماعي المعاصر. السادة العلماء، إن واقعنا المعاصر بما يحمل من وقائع جديدة وقضايا مستحدثة ونوازل لم يعرفها السابقون يقتضي دقة في التكييف ونظرا في كليات الشريعة ومقاصدها وإدراكا واعيا لهذا الواقع وغير ذلك من أدوات يندمج بعضها مع بعض حتى نستطيع تحقيق التأصيل الشرعي والتوصيل الواقعي دون أن نترك باب الاجتهاد مفتوحاً لمن لا يحسنه ولا يملك أدواته. وإن الاجتهاد في الإسلام أقوى دليل على أن ديننا الحنيف قد رفع عن العقل الحجر والوصاية وأطلقه من أسر الوهم وقيود سوء الفهم، بل إن إعمال العقل والتفكير والنظر والتأمل مطلوبات شرعية، فالعقل لن يهتدي إلا بالشرع، والشرع لم يتبين إلا بالعقل، فالعقل كالأساس والشرع كالبناء، ولن يغني أساس ما لم يكن بناء، ولن يثبت بناء ما لم يكن أساس، كما قال حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى. وختاما، أحب أن أسوق بعض الرسائل الموجزة التي طالما أعلنها الأزهر في خطابه. الأولى، إن الأزهر الشريف كان قلعة الاجتهاد منذ نشأته وحتى يوم الناس هذا، وسيظل إن شاء الله. الرسالة الثانية، إن الاجتهاد في عصرنا الحالي يقتضي أن يكون اجتهاداً جماعياً ومؤسسياً لتعدد الاختصاصات العلمية وتشابك القضايا بين علوم عدة، ناهيك عما تتيحه الرقمنة من إمكانيات لم تتح لفقهائنا الأوائل. الرسالة الثالثة، إن تحقيق نهضة الأمة لا يكون إلا بالسير في خطين متوازيين. الأول، خط ينطلق من القرآن والسنة، ثم مما يتناسب وقضايا العصر من كنوز التراث، مع مراعاة التعدد في الفهم والفكر والرأي
بما لا يخرج عن قواعد المناهج المستقرة دون احتكار التفكير والنظر وقصر الحق في مذهب واحد دون غيره، إذ مثل هذا الخطاب لم يعرفه الإسلام في أي عصر من عصور الازدهار أو الضعف. والثاني خط موازن ننفتح فيه على الآخرين بهدف استكمال عناصر التقاء يمكن توظيفها في تشكيل إطار ثقافي يضم الجميع تحت لواء صيغة وسطى تحترم الهويات وتصون المجتمعات وتؤمن الأوطان بما لا يصادر فيه تراث على حداثة ولا تجور فيه حداثة على تراث. الرسالة الرابعة: إن الأزهر ممثلا في جماهير علماء الأمة وهيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية بمصر قال كلمته الأخيرة في قضية الاجتهاد في مؤتمره الخاص بالتجديد بأنه لا تجديد في النصوص القطعية بحال من الأحوال، أما النصوص الظنية فهي محل الاجتهاد والتجديد. والرسالة الأخيرة: إننا يجب أن نعمل على زيادة الوعي بما في الواقع من تحديات، وأن نعرف ما يراد بأوطاننا وأمتنا، وأن نقوي ثقة الناس في مؤسساتنا، وأن نستفيد من معطيات الواقع حتى لا نتخلف عن ركبه. وأخيراً أرجو لهذا المؤتمر الكريم أن يخلص إلى حالة من التوافق الفكري حول الاجتهاد الذي يصون الناس آمنين في أوطانهم ويحفظ عليهم عقائدهم وعباداتهم. أشكر لحضراتكم حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علم تطور وحفظ في القلوب والعقول والصدور والأوراق كذلك، تطور في علومه ومجالاته ومؤسساته. مع كلمة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الزيد نائب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، نائبا عن معالي أمين عام الرابطة وأمين المجمع الفقهي الإسلامي. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى إخوانه أنبياء الله ورسله أجمعين، وعلى آل رسولنا الكريم وصحبه ومن اهتدى بهديه والتزم سنته إلى يوم الدين. صاحب المعالي الشيخ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ويطيب لي في مستهل هذه الكلمة أن أنقل إليكم تحيات صاحب المعالي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس هيئة علماء المسلمين، وتمنياته لكم بالتوفيق ولهذا المؤتمر المهم بالنجاح والتسديد. أيها الحضور الكريم، إن مما خص الله به هذه الأمة المباركة كمال دينها وتمام نعمته عليها، وحسبها شرفا قوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، فاصطفاها الله شاهدة على الأمم عاملة بشريعته ما بقي الليل والنهار، وكفل لها سعادة الدارين كما وعد من قبلها،
ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وقد عاشت الأمة المسلمة في كنف الشريعة الغراء قرونا، وأقامت حضارة فريدة من نوعها، زاوجت بين العلم والدين والواقعية والمثالية، وجمعت للإنسان بين خيري الدنيا والآخرة. وقد حرس بنيانها علماء أفذاذ وفقهاء أفنوا أعمارهم في التعمق في علومها، فاستحقوا شرف التوقيع عن الله تبارك وتعالى في إنزال نصوص الشريعة وكلياتها على مستجدات المسائل ونوازل الأيام. فوصل إلينا تراث جليل يحمل خبرات الأجيال وقراءاتهم لنصوص الشريعة واجتهاداتهم في إصلاح وقائعهم على مر العصور. أيها الحضور المبارك، المذاهب الفقهية المعتبرة عند المسلمين كانت الإثراء الذي استفادت منه النهضة التشريعية الحديثة في الغرب خصوصا. ونحن هنا لا نستدعي الماضي لتبرير غيابنا الحاضر، بل نسوقه لنؤكد أننا نملك رصيدا تشريعيا غير مسبوق يؤهلنا ما إن بنينا عليه لنغدو من جديد قبلة العالم في إصلاح ما ينفرط في مجتمعاته من قيم وأخلاق في ظل سطوة المادية وخوائها الروحي، وحاجتها إلى منظومة تشريعية متكاملة تصلح الدنيا وتعيدها إلى جادة الحق والصواب. وأستذكر هنا ما أشارت إليه وثيقة مكة المكرمة التاريخية التي اعتمدها إجماع أكثر من 1200 عالم ومفكر ومفتن من مختلف المذاهب والطوائف الدينية، كما حظيت بتأييد عالمي بعد أن تشرفت برعاية كريمة وتأييد من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله، وبمؤازرة ودعم من سمو ولي عهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله، حيث تقول الوثيقة في بندها العاشر: المسلمون أثروا الحضارة الإنسانية بتجربة فريدة ثرية، وهم اليوم قادرون على رفضها بكثير من الإسهامات الإيجابية التي تحتاجها البشرية في الأزمات الأخلاقية والاجتماعية والبيئية التي تعاني منها في ظل الانعدام القيمي الذي أفرزته سلبيات العولمة. هذه الحاجة المتزايدة إلى الفقه الإسلامي تستوجب على المجامع الفقهية ومؤسسات الفتوى أن تستعيد دورها في ترشيد المجتمعات المسلمة والإسهام في تقديم الحلول التي تفيد البشرية في رتق من فتق، وأن يشرع الفقهاء في تقديم الحلول الفقهية الإسلامية لمشكلاته المستعصية إسهاماً في رفض الحضارة الإنسانية. لقد تعرض هذا الدور لنكسة بالغة حين توقفت عجلة الاجتهاد الفقهي عن الدوران بعد تعثرها بحالة الجمود والتقليد ومنع الاجتهاد الذي أفقدها روح العصر وأعطبها من القيام بأدوارها المتوخاة في توجيه المجتمعات الإسلامية، قبل أن تتعالى من جديد دعوات التجديد التي أخذت في وقت ما طابع الفردية ثم تبلورت في مشاريع مؤسسية كالمجامع الفقهية ومؤسسات الإفتاء والبحوث والدراسات الفقهية، وباتت هذه المؤسسات الحارس الأمين على التراث الفقهي والأمل القادم لعودة مستحقة للفقه الإسلامي الرصين. إننا حين ندعو إلى عودة الاجتهاد بصورته المؤسسية فإن ذلك ليس طرفاً زائداً، بل ضرورة يفرضها تسارع الواقع الذي نعيشه ومستجداته المتلاحقة التي لم يعد يجدي فيها الجمود على الموروث الفقهي،
وهو في المقابل ليس تخليا عن الدين ولا خروجا على أحكامه المحكمة، وإنما هو إعادة اعتبار للنظر الجماعي في الإفادة من الموروث الفقهي من ناحية، ومن ناحية أخرى في البحث عن حلول إسلامية معاصرة لما جد ويجد مستقبلا من مسائل جديدة، لملاحقة التطورات الجديدة كنقل الأعضاء والتأمين والتجارة الإلكترونية وغيرها من المستجدات والنوازل، بما يجعل المسلم مواكبا لعصره غير منعزل عما يحيط به من حركة دائبة. أيها الجمع المبارك، لقد كان من أعظم ما ابتلي به المسلمون في هذه الأيام تصدر الأدعياء وتجاسر القاصرين على القول في دين الله بغير علم، ومن أسباب ذلك تناقص العلماء الأكفياء. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ومن أسبابه أيضا غياب التنسيق بين المؤسسات العلمية، وهو ما أوجد فراغا تمدد فيه هؤلاء الذين طاش رأيهم في استحضار أن المجتهد يقوم في مقام النبي صلى الله عليه وسلم في الفتية، بل هو موقع عن رب العالمين، والله سبحانه أحق من يتقى القول عليه بغير علم، وأولى من يحتاط فيما ينسب إليه من الأحكام. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ومن هنا فلا بد من توعية حاضرنا بخطر الفتوى وأمانة الاجتهاد، وضرورة أن ينحصر في أهل العلم المشهود لهم بالكفاية والثقة والتجرد لله، وأن من الاعتداء على الدين والجهل بعظيم حقه الاعتماد على اجتهادات ومجازفات موقعة بأسماء مستعارة أو مجهولة لا حظ لها بعلم مقاصد الدين ولا فقه بمآلات الفتوى وأصول الاجتهاد والموازنة بين المصالح والمفاسد، فانزلقوا إلى فتاوى متهورة جمعت بين تعالم الجاهل وسطحية التحليل وتعسف التفسير وقعود الفكر عند الظواهر والصور دون إمعان في المعاني والمقاصد والحقائق، فأودى ذلك كله إلى فرقة المسلمين وسفك دمائهم وانتهاك حرماتهم وتشتت كلمتهم وتضعضع أحوال دولهم. وفي الختام أتقدم بالشكر العميم إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية يحفظه الله على رعايته الكريمة لهذا المؤتمر، والشكر موصول لمعالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ولمعالي الشيخ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على دعوته الكريمة وعلى جهوده العالمية في خدمة الإسلام والمسلمين، والشكر لكم جميعا على حسن الإصغاء، والله أسأل لي ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وسلام على عباده الذين اصطفى، وسلام عليكم من رب غفور رحيم. مصر بلد العلم والعلماء والفهم والتلاوة والاجتهاد، الاجتهاد الذي هو موضوعنا اليوم في المؤتمر العام 33، مع كلمة الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي جمهورية مصر العربية السابق ورئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله
والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرسل التحية من القلب إلى الأستاذ دكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مع الشكر الجزيل لدعوتنا إلى هذا المؤتمر مع كوكبة دائما نصبو إلى الاجتماع إليهم، فينشئ لنا هذه الفرصة لأن نجلس نلتمس ونقتبس. نحييكم جميعا فأهلا بكم في ربوع مصر. والشكر موصول والتحية إليكم جميعا، إلى الأستاذ الدكتور محمد الضويني نائبا عن سيدي شيخ الأزهر الشريف الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، واللواء والينا ومحافظ العاصمة اللواء خالد عبد العال. أهلا بكم جميعا في مصر، وأنقل لكم تحية سعادة الأستاذ الدكتور المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب المصري، وتمنينا جميعا لكم بإقامة طيبة في هذا البلد الطيب. الاجتهاد ضرورة العصر، هذا يحتاج منا إلى رؤية سريعة لهذا العنوان عبر التاريخ. في القرن العاشر الهجري أنكر طائفة من طلبة العلم الاجتهاد، مكتفين بورود تلك المذاهب الفقهية التي وصل الاجتهاد فيها إلى نحو 85 مجتهدا عبر العصور الإسلامية. نقلت آراؤهم فكأنهم اكتفوا بها لأنهم لم يجدوا في كل الإجابة على جميع الأسئلة المعروضة، لم يجدوا خارج هذه المذاهب شيئا يلجؤون إليه لاجتهاد جديد. وهذا لم يعجب الإمام السيوطي فألف كتابه الماتع الرد على من أخلد إلى الأرض وجاهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض. وكلمة كل عصر معناها أن هناك تغيرا ما يحدث في الواقع عبر الزمان، وأن الواقع جزء لا يتجزأ من الاجتهاد. هذه العبارة التي نراها عند ابن القيم وعند ابن تيمية رحمه الله تعالى وعند القرافي وعند السيوطي، أن الواقع جزء من الاجتهاد، ولذلك كلما تغير الواقع فلا بد أن يتغير الاجتهاد. إدراك الواقع جزء لا يتجزأ من الفتوى، فهناك إدراك للنصوص وهناك إدراك للواقع وهناك إدراك للوصل بينهما تحت مظلة إدراك الإجماع الذي يمثل هوية الإسلام، والذي كثيرا ما نسميه بالثوابت، وإدراك المقاصد الشرعية والمصالح المرعية والمآلات المعتبرة وإدراك اللغة العربية. لكن هناك إدراك أيضا للواقع يؤثر في كل ذلك.
كلما تغير الواقع سنجتمع في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تحت نفس العنوان، ولا يعد ذلك تكرارا. الاجتهاد الآن في هذه السنة سيختلف عن الاجتهاد بعد 10 سنين أطال الله في أعماركم في العمل الصالح. ينبغي علينا أن نستمر في هذا الحال. في منتصف القرن 19 قام مشايخ الإسلام في اسطنبول، أسعد أفندي وفهمي أفندي، بالسماح للمفتين في العالم بالخروج عن المذهب الحنفي لأنهم احتاجوا إلى المذاهب الأخرى، وهذا ما نراه قد استجاب إليه الإمام محمد عبده في قضايا كثيرة عرضها على الأئمة الأربعة وشيوخ الأئمة الأربعة في الأزهر الشريف. وبعد ذلك جاء الشيخ فرج السنهوري وأنشأ الموسوعة الفقهية على المذاهب الثمانية، وبعد ذلك رأينا أن الاختيار الفقهي قد يتعدى هذه الثمانية إلى 80 من المذاهب المروية في كتب المسلمين بالسند المتصل إلى الدفاتر إلى أصحابها. وبعد ذلك رأينا أن العصر وحتى نحافظ على هوية الإسلام لا بد أن يكون هناك اجتهاد جديد، لأن الواقع أصبح شديد التطور، شديد التدهور، شديد التداخل، شديد التركيب. هذه الحقيقة أن الاجتهاد جزء منه، أن الواقع جزء من الاجتهاد، والحقيقة الثانية أنه يجب حتى نراعي المصالح والمقاصد والمآلات ينبغي علينا أن نجتهد، والحقيقة الثالثة أن هذا كله له علم وله ضوابط. الاختيار الفقهي له ضوابط، والاجتهاد له ضوابط، والتجديد له ضوابط. نرجو الله سبحانه وتعالى في هذا المؤتمر أن يوفقنا جميعا، وأن يشرح صدورنا، وأن ينير بصائرنا، حتى نصل إلى ما ينفع الإسلام والمسلمين، وحتى ندخل في دائرة رضا الله سبحانه وتعالى، فإنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. مرحبا بكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلب الرجل الواحد، كلنا عليه في شأن ديننا، وما أعظمه من شأن. نسعى لذات الهدف، إعمار الدنيا والآخرة، والسبل مختلفة، والرحمة كامنة في هذا الاختلاف، إلا أن الطرق كلها تؤدي بالمخلصين إلى مبتغاهم، إلى سبيل الله. مع كلمة الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الواحد الأحد. بسم الله رب العالمين. بسم رب الأنبياء والمرسلين. بسم رب إبراهيم وموسى
وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم ارزقنا فهما نتدبر به كتابك ونعرف به مرادك، وأعنا على مواصلة النظر والاجتهاد لتحقيق مصالح العباد. أصحاب المعالي والسعادة، أصحاب السماحة والفضيلة، السيدات والسادة، من أبو ظبي راعية الفكر المعتدل وعاصمة السلام والأخوة الإنسانية، إلى أرض الكنانة والعروبة، مصر الأزهر والعلماء، أحمل إليكم سلاماً يفيض بالإجلال والمحبة ويمتلئ بالتقدير والمودة. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً لجمهورية مصر العربية الشقيقة، رئيساً وحكومة وشعبا، السيدات والسادة، نلتقي معا على مائدة الاجتهاد وأطاريح النظر والفكر في حوارات معرفية ولقاءات علمية، لنؤكد على أن الاجتهاد ضرورة حتمية في كل زمان ومكان، وتزداد الحاجة إليه في مثل هذه الأوقات التي يشهد العالم فيها تحديات كبيرة وظروفا صعبة. فما كادت الإنسانية تتنفس الصعداء بالتعافي من جائحة كورونا حتى وجدت نفسها في دوامة صراعات وحروب دولية وضائقات اقتصادية ومتغيرات بيئية وإعصارات كارثية وتوترات طائفية وازدياد التحلل من القيم الأخلاقية. وفي خضم هذه التحديات الكبيرة يتطلع عالمنا الإنساني إلى قادة فكر ونظر ينقلون الناس من ضيق الحال إلى سعة الشريعة بما تنتجه قرائح الأفكار من رحابة الفقه وشمول الاستيعاب واستقراء الأدلة واستنباط معاصر للأحكام منضبط بأصول الاجتهاد وفروعه. إذ إن من واجب الوقت اليوم أن يقوم العلماء باجتهاد جماعي مؤسسي على سبيل المباحثة والمذاكرة، عنوانه التيسير على المكلفين ومراعاة مقاصد الشريعة والقيم الحضارية والإنسانية. فدوائر الاجتهاد يجب أن تراعي واقع الناس وتتحرى انطلاق الآراء الاجتهادية من مظلة الدولة الوطنية ومبادئ المواطنة، وأن يكون ذلك هو معيار نظرها في استنباط المقاصد والمصالح والحكمة والمعاني
والعلة والاستحسان وتحقيق المناط، وأن تجعل القرآن العظيم مدار النظر، ففيه بيّن الله تعالى مراده وأنزل أحكامه رحمة وهداية لعباده. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وكذلك النظر في هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم القولي والفعلي والتقريري، وآراء الأئمة المجتهدين، وأن يضع العلماء في اعتبارهم حال الاجتهاد الضرورات الكلية للشريعة من حفظ الدين والنفس والمال والعرض والعقل وحفظ الوطن. السيدات والسادة، المقترح أولاً تقديم آراء اجتهادية تدرك عمق التحديات، وحلولاً فقهية تراعي ما يشهده العالم اليوم من تحولات اقتصادية واجتماعية وفكرية. ثانياً إطلاق وثيقة يجمع عليها الحاضرون والمشاركون في هذا المؤتمر تكون مبادئها دليلاً للمجتهدين. ثالثاً إنشاء موسوعة في الاجتهاد تكون مرجعاً لطلاب المعرفة والمتخصصين في الفقه وأصوله، تنطلق من مشكات قيم التسامح والسلم والأخوة الإنسانية والمواطنة. شكراً لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. هو العمل والعلم الذي لا يستوي من لديه ومن ينقصه، والعلماء والمفكرون والحكماء هم شموس هذه الأمة. وما بعث الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم إلا رحمة للعالمين، لكل العالمين السابقين ومن يأتون إلى يوم الدين. أسعدكم الله وأصلح بكم ووفقكم إلى ما فيه خير البلاد والعباد، فما أعظم من عملكم، توفقون فتصلح الأمة بتوفيقكم. دعواتي بكل توفيق لحضراتكم في أعمال هذا المؤتمر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.